رفض شعبي، لأن الثقة زالت تلاشت بين الشارع العراقي والطبقة السياسية. نعم. هذه الثقة عندما تعود ولو نسبيا بإنجاز حقيقي وملموس يصبح الطريق معبدا أمام السيد السوداني في الماضي في مشروعه، شرطا يعني ينجز ويقدم ما يشعر به المواطن بشكل سريع. هناك حاجات متراكمة، هناك خدمات مفقودة شبه غائبة أو غائبة، وبالتالي الناس يريدون من يحسن أوضاعهم. لذلك مهمة السيد السوداني تنجح إذا ما بادر وركز على ملفات مهمة تمس حياة المواطنين ومعيشتهم، وأعتقد البيان الوزاري تضمن ذلك. المهم أن يتبع بخطوات عملية وجادة. ما رأيناه في اليوم الأول، انعقاد أول جلسة، وما جرى من قرارات أو ما رشح من قرارات ومن أمور طلبها وشدد عليها السيد السوداني تدل يعني تبشر بخير، وتدل على جدية في العمل وعدم ترك الأمور للعطل وللصدف كما حدث في حكومات سابقة.